السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي قناة موارد الأستاذ مصطفى، مرحبا بكم في فيديو جديد سنقوم فيه بدراسة الجزء الأول من النص المسترسل حكمة القاضي. إذن قبل أن نبدأ المرجو الضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تبخلوا علينا بردودكم وما تبخلوش علينا كذلك بالبارتاج وليجيم. كنشوف ان مثلا المشاهدات تكون كثيره ولكن لي جيم قليله بزاف، ما عرفتش ما غتخسر والو زعما الا ضربتي كليكيتي على الجرس ودرتي جيم، ولكم جزيل الشكر. حكمة القاضي. قديما في احدى القرى الصغيره الهادئه سوق كبير لبيع الخضر والفواكه، وكان أهل هذه القرية مشهورين بالأمانة واحترام الحقوق والواجبات، فكانوا يذهبون إلى الصلاة أو يغادرون محلاتهم لقضاء أغراض طارئة، ويتركون بضاعتهم دون خوف عليها من التلف أو السرقة. في أحد الأيام ذهب أحد التجار وكان يبيع البصل إلى الصلاة، وترك متجره كالمعتاد مفتوحا دون حارس، واثقا بأمانة المحيطين به، مطمئنا على مصدر رزقه، موقنا بعدم تعرض محله لمكروه. ولم يكن يعلم هذا التاجر أن في القرية زائرا غريبا لم يسبق له أن زار القرية أو اطلع على طبائع أهلها، لكنه ليس مثل أي زائر عادي، لأنه في واقع الأمر لم يكن سوى لص اعتاد سلب الناس أشياءهم. إذن بعد قراءة الجزء الأول ننتقل إلى الإجابة على الأسئلة، الصفحة 81. إذن أضيف أوصافا مناسبة لكلمة قرية. إذن كلمة قرية سنضيف إليها أوصافا. بالنسبة لأسئلة أفهم وأحلل، أشار الكاتب إلى أن الزائر شخص غير عادي، فما المقصود من عبارة غير عادي؟ هل هي قوي، شجاع، أملس أو تاجر؟ سؤال موالي، ترك التاجر بضاعته وذهب للصلاة دون أن يغلق المحل، فما الأسباب التي دفعت إلى ذلك؟ وفي الأخير سأضع لكم تلخيصا لهذا الجزء. إذن الأجوبة ستكون على الشكل التالي. بالنسبة للأوصاف التي يمكن أن نضيفها إلى كلمة هادئة، إذن قرية صغيرة، قرية آمنة، قرية بسيطة، إلى غير ذلك من الأوصاف. بالنسبة لأسئلة أفهم وأحلل، أشار الكاتب إلى أن الزائر شخص غير عادي، فما المقصود بين عبارة غير عادي؟ إذن المقصود منها أنه لص، شخص غير عادي يعني لص. ترك التاجر بضاعته وذهب للصلاة دون أن يغلق المحل، فما الأسباب التي دفعته إلى ذلك؟ السبب هو أن أهل القرية مشهورين بالأمانة، يعني لا خوف على البضاعة، فجل التجار يتركون محلاتهم مفتوحة. ثم في الأخير أركب وأقوم، سأقرأ عليكم تلخيصا للجزء الأول للاستعانة به من أجل كتابة تلخيص شخصية. إذن التلخيص هو على الشكل التالي: عرفت القرية الصغيرة بأهلها المشهورين بالأمانة والاحترام، فكان التجار يتركون محلاتهم مفتوحة دون الخوف على بضاعتهم، إلا أنه في أحد الأيام زارها شخص غريب الذي سرق البصل لأحد التجار. إذن إلى هنا نكون قد أنهينا دراسة الجزء الأول من النص المسترسل حكمة القاضي، وأضرب لكم موعدا مع الجزء الثاني. ما تنساوش البارتاج وليجيم، لأن ليجيم رشتهم ناقصين.